ورجعت لكم بعد الفاصل. وطبعا بعد حلقه امبارح المحشي اللي انا عملته ده، كان لازم النهارده اعمل لكم حاجه دايت للناس بقى اللي بتتضايق لما بقعد اعمل حاجات فيها دهون وتسبيك وكده، مع اننا عملناه في الفرن بس في الاخر مليان نشويات كتير. فالنهارده زي ما قلنا هنعمل مع بعض الطريقه الصحيه للفراخ الملفوفه بالجبنه، مفيش فيها اي مشكله، وهنتكلم عن طريقه الدايت الحديثه. قولي لي بقى يا دكتور هنعمل ايه؟ اولا هناخد صدور الفراخ، وتكون هي افضل حاجه تكون بالظبط متقطعه رفيع، ولا مش متقطعه رفيع ممكن احنا يعني ندقها او كده. اوكي تمام. انا طبعا هبتدي اسوي وانتي شغاله علشان الخطوات بس الوقت. بعدين هنحط البصل المبشور، يفضل يكون مبشور ناعم علشان ما يتحرقش. بالظبط احنا كده كده هنصفيها منه اصلا. اوكي هاخد شويه فلفل اسود صغيرين جدا. حط عشان بس ما تبقاش حرقه قوي. وهناخد شويه ملح. الملح ممكن نحطه ايدينا افضل، مش هنكتر قوي عشان الجبنه. اوكي هو الملح بقى بيتخن ولا بيزود ميه؟ عشان الناس فكره غلط، هو بيزود ميه لو احنا اخدناه زياده. أوكي. يعني المفروض عموما حصه الملح في اليوم ممكن مثلا معلقه صغيره للفرد. معلقه صغيره على فكره تكفي كل الوجبات تقريبا. احنا هنا بس بنحط معلقه مستردة صغيره عشان تخلي التسويه اسهل والطعم احسن. وانا بسوي زيت زيتون. بالظبط ده شكلها. طبعا بعد ما بتلفها بقى رول وتسيبها في الثلاجه شويه ترتاح في الاول على نار عاليه لان تيجي تتشد، وبعديها نقلل النار وتسيبها تستوي براحه خالص. معانا غطا اهو هنغطي بيها عشان نكمل كل التسويه على النار من غير دخول فرن، من غير تحمير، من غير اي حاجه. فزي ما بنقول الملح على فكره ضروري ومهم. يعني غلط اصلا نقطع ملح. هناخد الصوديوم منين؟ الصوديوم مهم جدا. اوكي بالظبط عشان توازن السوائل في الجسم. بس بالظبط الكميات هي اللي بتفرق بقى. هناخد كميه صغيره، ما يبقاش اكلي كله مملح قوي او في مخللات كتير في الاكل. ده هيكون طبعا أفضل. المخلل يعني. اصلا ايه بقى بالنسبه للدايت؟ عشان في ناس بالنسبه لها المخلل ده زي السلطه. لا يعني طبق المخلل جنب الاكل ده لا غلط تماما طبعا. صح. لو ممكن نفسنا راحت له قوي ممكن ناخد حاجه صغيره قوي مع الاكل. ومش على طول يعني، برضو انا في النهايه بعود نفسي على عادات معينه. أوكي. يعني في عادات انا لما بضمها ليومي واحده واحده بتخلي الدايت بتاعي يبوظ. زي ايه بقى؟ زي ان انا احط طبق مخلل جنب الاكل بتاعي. ايه تاني؟ اكل نشويات بكميات كبيره قوي او اخليها هي الاساس. المفروض الطبق بتاعي يبقى فيه بروتين، ده الاساس بتاعي. وبعدين ناخد كميه نشويات صغيره ممكن تكون ملء كف الايد، طبعا كل واحده حسب كف ايده، ونملى نص الطبق الباقي سلطه. قلت لك كف الايد في اثنين مثلا. لا السلطه اهم. كله مهم، بس هي الفكره بنقسم الطبق ازاي. افضل تقسيمه للطبق ربع وربع، يعني ربع بروتين ربع نشويات نص خضار، او على الاقل تلت وتلت وتلت. بس طبعا ما عملتش طبق قد كده. ايوه بالظبط. عشان كده بقول تشبعي من السلطه مع البروتين، تشبعي من السلطه والنشويات دي تبقى الحاجه الاقل. يعني نحاول ناخدها بس مش بالكميه. ناخدها بالظبط، ناخدها صحيه مطهيه بشكل صحي. وبرده نبعد عن الاكستريمز قوي. يعني مثلا في ناس بتاكل الرز مسلوق. دي حاجه يعني انا بحس ان انا دخلت المستشفى. بالظبط. يعني مين هيقدر يستحمل كده لو عايز يفضل مستمر على دايت هيلثي فتره طويله؟ فهي شويه زيت زيتون، حته زبده صغيره مع النشويات بتاعتي. الزبده ده حاجه يعني مثلا حاجه صغيره مكعب قد عقله الصابع. ممكن مثلا يعني تبقى الغدا كله مثلا معلقه زيت او معلقه زبده ممسوحه. اوكي نقدر على فكره نعمل غدا بالكميه دي، مش شرط الكميات الكبيره يعني. هو انا كده بقى بنسيبها المفروض على الاقل نص ساعه او حاجه. أوكي. ممكن نعملها على طول على فكره يعني لو احنا مستعجلين، بس الافضل نسيبها. انت كده حطيتي بصل وملح وفلفل وماستر. بالظبط. بعدين بقى هننفضها شويه من البصل اللي فيها ده عشان الحروقه طبعا، عشان ما يتحرقش. بس انت هتسيبيها نص ساعه قبل ما تعملي الخطوه دي. بالظبط. تمام. اقرب البلانشن. حطي هناك. دي بقى من الخطوات المهمة جدا. بالظبط. اشتغلي هنا عادي. اشتغلي هنا عادي. من الخطوات المهمة جدا الناس بتتبل الحاجة بالبصل وبعدين تحطها على النار وتسألني بقى هي حروقت معايا ليه؟ ما انت كنت حاطة بصل وانا كنت عاملة الخطوة بتاعت نزول البصل. او ممكن على فكرة نحط مية بصل عشان ما ندخلش نفسنا بالظبط في حاجات. بس هو طبعا البصل لما بيبقى مفروم كده بيبقى طعمه اقوى من المية. بس ننفضها منه يعني مش اكتر. بالظبط. طبعا انا عايزه الفراخ تاخد اللون الذهبي وبعدين بقى هبتدي اوطي النار واسيبها تستوي براحه. بس دلوقتي انت بتسويها بنفس الطريقه دي ولا لا؟ بالظبط. على كل جنب شويه وعلى نار هاديه عشان تستوي من جوه. بس الاول الانسجه بس تتشد وبعديها بقى. بالظبط.
وبعدين الخطوتين بس سهلين جدا. هناخد تقريبا يعني على حسب بقى كميه الفراخ اللي احنا هنستخدمها، ناخد شريحه رومي. اوكي، شريحة ممكن يبدلوها بلانشون فراخ مثلا. الافضل الرومي يعني. يعني قولي لنا بدايل، عشان دايما بنحب نقول الحاجه بالبدايل بتاعتها عشان لو حد مثلا عنده ده في بيته. لو عندنا لانشون فراخ مش مشكله، يعني ممكن نستخدم الحاجات دي، ممكن السلامي مثلا محدوده. نعم، ممكن السلامي ممكن برضو، ولكن يعني هو التركي افضلهم شويه، افضلهم دهون. وكمان لو حبينا بالظبط، لو نفسنا راحت قوي، يعني انا ضد ان انا احرم نفسي طول الوقت من حاجه انا نفسي فيها قوي. انا حاسه بالحاجه اللي موجود، لو حاسه بالحاجه تجاه الحاجه دي او دي الحاجه بس الموجوده ممكن استهلكها بكميات معقوله. وطبعا الرومي كمان في اي حاجه ملفوفه عشان هو مدخن كده، فبيدي ريحه وطعم حلوين. طبعا احسن بكتير. دلوقتي اخذت اللون الذهبي. ناس تزعل ان احنا بنقول على ده كوردون بلو، بس هنمشيها كوردون بلو من غير قلي. بالظبط. دلوقتي هي اخذت اللون الذهبي، ابتدي بقى اوطي خالص واسيبها تستوي كده، ويبقى معايا غطاء علشان تستوي بالراحه بقى جوه وبره، ما تبقاش بره شكلها مستوي واجي اقطع الاقيها لسه ما استوتش. ممكن نقول لهم طريقه؟ طبعا اتفضل. بقى احنا تبلناها، بعدين حطينا في النص الحشوه بالظبط، ولفت رول كانها بتلف المحشي بالظبط. طبعا لو الفراخ جايباها تخينه مش هتلف معاكي اللفه دي، جبتيها تخينه دقيها، جبتيها رفيعه تكون ناجحه كده. برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا غسل الفراخ نفسها، تغسلي الحاجه في ملح وخل، تشطفيها كويس، سيبيها تنشف. حاجه هتتشوي وهتبقى جواها حشوه، لو جواها طعم ميه زفره هتبوظ الطعم خالص. وكمان المستعده بتنفع في كده عشان يعني شويه بتطير الروائح. بتطير الروائح دي خالص. انا بحبها جدا في التتبيل عامه، وخصوصا في الفراخ فعلا بتطري قوي. وبتظبط معدل الملح بس بنلفها كده، وبعد طبعا ما بنحمرها على كل جنب شويه. أوكي. بنفك الخيط وبس، هنعمل بقى السلطه كده. احنا خلصنا الفراخ وسايبينها هي بتستوي، طبعا منظرها جميل ويفتح النفس مع انها دايت، بس بجد تفتح النفس لان مشويه. انا بالنسبه لي في الاخر لو الحاجه طعمها حلو مش لازم فكره المقلي وبس، المشوي فيه ابداعات ليه تخليه حلو قوي. احنا كده عملنا مع بعض التشيكن، هنطلع فاصل نرجع نعمل سلطه مع بعض. استنوني.